السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا ومشاهدينا. هذه الحلقة حلقة مهمة جدا، سوف نتناول مجموعة تمرينية فيها تمارين مركبة سوف تزيد في كتلتك العضلية وستزيد في قوتك مع ممارستها بشكل مستمر بشكل ملحوظ. بصراحة هذه المجموعة العضلية لم يتكلم عنها أحد بالشكل اللي أنا هتكلم فيه بطبيعة الحال. بطبيعة الحال هذه المجموعة كنت أتمرنها أنا أثناء تدريبي للقوة البدنية مرتين أسبوعيا، ولكن أنت لن تفعل ذلك أو لن تكون بهذه الطريقة. المثال الذي سنأخذه في هذه الحلقة لأداء التمارين أو سيكون هو يؤدي التمارين هو البطل الفلسطيني لكمال الأجسام وزن فوق 100 وبطل القوة البدنية وبطل مصارعة الذراعين الكابتن والبطل محمد أبو راس أبو مروان الملقب بالبلدوزر. لمتابعة الحلقة كاملة تابعنا بعد الفاصل. المجموعة التمرينية التي تكلمنا عنها في المقدمة، في البداية هذه المجموعة هي 5 تمارين ستكون بالبار فقط، ستكون بالبار فقط، وهي فيها 3 تمارين مركبة أي إنها بتعمل على جميع عضلات الجسم تقريبا. عدد المجموعات التي ستقام فيها في كل تمرين 6 مجموعات أو لا يقل عن 6 مجموعات. قبل البدء بالتمارين يجب أن تعلم أن يجب أن تقوم بإحماء لجميع أجزاء الجسم أو تقوم للإحماء للجسم ككل وعمل الإطالات لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ولا تنسى أنك ترتدي الحزام للحماية من الإصابة أو لتفادي الإصابة. والتسلسل اللي أنا هتكلم فيه مهم جدا. في البداية والتمرين الأول هو تمرين الديت ليفت الرفعة الميتة، وهو يعد من أهم التمارين للجسم أو لبناء العضلات، تمرين مركب معروف. هذا التمرين سنقوم به بالطريقة اللي أنت بتشوفها جيدة، هو له عدة طرق، ولو كان موجود عندك التمرين أو البار اللي بقوم فيه محمد بهذا التمرين أو البطل محمد بهذا التمرين تقوم به، إن ما كانش موجود فالبار العادي يفي بالغرض، سواء قمت بالقبضة المعكوسة أو بالقبضة العادية أيضا أنت ستؤدي الغرض. هذا التمرين سنقوم به عن طريق 6 مجموعات. المجموعة الأولى تضع الوزن اللي تستطيع فيه تجيب من 12 إلى 16 تكرار، والمجموعة الثانية تكون من 10 تكرارات إلى 12 تكرار، المجموعة الثالثة من 8 إلى 10 تكرارات يعني ما بتزيد عن 10، والمجموعة الرابعة من 6 إلى 8 تكرارات لا تزيد عن 8، والمجموعة الخامسة بطبيعة الحال تكون من 4 إلى 6 تكرارات، المجموعة الأخيرة تكون من 2 إلى 4 تكرارات، وتستطيع أن تضيف مجموعة أخيرة تقوم بها بتكرار 1 إلى 2 تكرارات. طبعا بطبيعة الحال أنت حر في هذا القرار. طبعا الديت ليفت يجب أن يكون أو أثناء هذا التمرين تكون حذر جدا جدا من أنك تزود الأوزان فوق الطاقة، تكرر تكرارات خاطئة أو تقوم بعمل خاطئ أثناء التمرين مما سيؤدي بك إلى إصابة. هذا هو التمرين الأول. نذهب إلى التمرين الثاني وهو تمرين السكوات. أيضا تمرين السكوات تقوم به بالأداء نفس التمرين اللي تكلمنا فيه، المجموعة الأولى من 12 إلى 16، المجموعة الثانية بطبيعة الحال من 8 إلى 12، والمجموعة الثالثة من 6 إلى 8، الرابعة من 4 إلى 6، والخامسة من 2 إلى 4، والسادسة من 1 إلى 2، أو تستطيع أنك تزود شوي وتعمل مجموعة أخيرة تكون من 2 إلى 2 كما تكلمنا في التمارين السابقة. التمرين الثالث هو البار أو الضغط بالبار على البنك المستوي، وهو يعتبر من أساسيات التمارين في عضلة الصدر. نحن مخدين التمارين الأساسية
والتي هي التي تساهم في بناء العضلة، مسؤولة عن الضخامة العضلية، مسؤولة عن الحجم، مسؤولة عن القوة أيضا. هذا التمرين نقوم به بنفس عدد التكرارات بالوزن، كل مرة بتتدرج بالوزن. ونحن غايتنا بالتدريج بالوزن هنا إن نعمل عملية إنه نحن نصيب أكثر ألياف عضلية عن طريق اللي هو التدريج في الوزن. هناك طرق أخرى ممكن استخدامها، إنه نحن ممكن نيجي نشيل نص الوزن من أول شيء ومن ثم نقوم بعملية التكرار، ولكن نحن علشان هنلعب الخمس تمارين هذه سيكون الأمر صعب بالنسبة لبعض الأشخاص. التمرين الرابع بعد تمرين الصدر المستوي هو تمرين الكتف بالبار الأمامي، ولكن مع وضع الوقوف. ليش مع وضع الوقوف؟ علشان نحن هنستهدف الكتف، طبعا الكتف الأمامي، التمرين بالبار الأمامي يستهدف الكتف الأمامي والكتف الجانبي، والكتف طبعا والكتف ككل بعد هيك بعضلات استثنائية يستهدف أيضا الترايسبس والصدر العالي، هذه العضلة بطبيعة الحال مع وضع الوقوف بيكون هذا التمرين. طبعا تكون كمان رابط الحزام وتلعب نفس التكرارات من 12 إلى 16، وبعد ذلك من 10 إلى 12، ومن ثم من 8 إلى 10، وبعدين بتلعب من 6 إلى 8، 4 إلى 6، 2 إلى 4، والأخيرة 1 إلى 2. بطبيعة الحال خلي واحد يكون جنبك أو يساعدك أو ينتبه لك علشان أنت ما يصيرش عندك إصابات. التمرين كما قلنا بهذا الشكل. طب التمرين الأخير إيش؟ التمرين الأخير هو تمرين التجديف بالبار. طب ليش تجديف بالبار؟ لأنه يعتبر من التمارين الأساسية لتمرين عضلة الظهر، تمرين التجديف بالبار. ولناس كتير بتروح تستخدم الأجهزة بدل هذا التمرين. إذا عندك إصابة أوكي ما اختلفناش، ولكن إذا ما عندك إصابة هذا التمرين من أهم تمارين عضلة الظهر على الإطلاق. ما في تمرين لأي إنسان في المدرسة القديمة كان يستثني هذا التمرين أو يحاول يحايد عنه، لأنه يساهم في بناء عضلة الظهر، قوة عضلة الظهر، وأيضا سماكة عضلة الظهر. طبعا تقوم بهذا التمرين بنفس الطريقة السابقة، عدد الجولات وعدد التكرارات، ولكن طبعا هذا التمرين في ناس بتمسكه بالقبضة هذه وفي ناس بتمسكه بالقبضة المعكوسة. انت اللي طبعا القبضة المعكوسة تزيد في السماكة أكثر، تزيد في سماكة عضلة الظهر، ولكن انت لك حرية الخيار. لن أقول لك انه امسكه بالطريقة العادية أو القبضة المعكوسة، تستطيع أنك تقوم مثلا بعد 3 جولات هيك و3 جولات هيك، أنت حر في هذا التمرين. وأنا بفضل أنك أنت لما تزيد الوزن وتصل لمرحلة أنه الوزن ثقيل ممكن تستخدم القبضة المعكوسة علشان ممكن تكون أقل يعني حدة، وممكن توفر أو تخليك توفر عليك إصابة البايسبس في بعض الأحيان، ولكن هذا شيء أنت حر فيه أدائه. ما فائدة هذه التمارين مجتمعة؟ فائدة هذه التمارين أنك أنت مرنت أجزاء جسمك بطبيعة الحال بطريقة استهدفت كل العضلات، استهدفتها بقوة عن طريق التكرار وأيضا الوزن في نفس الوقت. هذه التمارين مجتمعة تعد تعطي دفع على الجسم بطريقة قوية جدا جدا، وأنا جربتها شخصيا مرتين أسبوعيا. ولكن أنت كيف حتلعبها؟ أنت حتلعبها كل 10 أيام مرة، يعني تمشي في جدولك التدريبي 10 يوم، اليوم 11 حيكون هذا التمرين بهذه الطريقة. كما قلنا سابقا تستطيع في آخر التمرين تضيف مجموعة أخيرة اللي هي 4 جولات لعضلة الساعد، ممكن تضيف 4 جولات لأي عضلة صغيرة تشاركك التمرين إذا كان عندك طاقة وتستطيع الاستمرار. بطبيعة الحال الأهم من هذا كله كم الاستراحة بين الجولات. في الجولات الأولى، الـ3 جولات الأولى، الاستراحة دقيقة واحدة من 30 ثانية إلى دقيقة في الـ3 جولات الأولى، لأنه تكرار أوزان متوسطة تستطيع فيها التكرار، يعني حيكون عندك طاقة. أول 3 جولات الاستراحة من نص دقيقة إلى دقيقة، الـ3 جولات الأخرانية الاستراحة فيها من دقيقة ونص إلى دقيقتين. طب ليش الاستراحة من لدقيقتين؟ لأنه نحن لما زدنا الأوزان وقللنا العداد دخلنا هم في رينج القوة البدنية، ودائما استراحة القوة البدنية تحتاج علشان أنت تخش على الجولة اللي بعد بشكل أفضل تحتاج وقت أكثر، بالذات في فصل الصيف.
وفصل الصيف حرارة الجسم مرتفعة، لازم نقوم بتبريده شوي علشان نستطيع الاستمرار في الشتاء، لا تستطيع الاستراحة لمدة طويلة علشان ما تبردش وتؤدي إلى الإصابات. ولذلك زي ما قلنا الاستراحة بين الثلاث جولات الأولى من نص دقيقة إلى دقيقة، يفضل دقيقة. الاستراحة بين الجولات الثلاث الأخيرة من دقيقة ونص إلى دقيقتين، وتستطيع أن تزيد عن ذلك إلى ثلاث دقائق حسب وضعك وحسب أمورك. لا تنسى أنك تشرب الماء بشكل جيد أثناء التمرين. الاستراحة بين كل تمرين وتمرين، يعني إن احنا خلصنا السكوات الديت ليفت عاوزين نخش على السكلات السكوات، الاستراحة ثلاث دقائق مع عمل تمارين الإطالة في الدقيقة الأخيرة. كان معكم محمد أبو أسامة بهذه المجموعة العضلية، بتمنى من الجميع أن يقوم بها كل 10 أيام أو على الأقل مرتين شهريا، إذا مش 4 مرات مش 3 مرات شهريا، مرتين شهريا. إذا مش قادر تقوم فيها مرتين شهريا، قم بها مرة واحدة شهريا، وستلاحظ الاختلاف في القوة والحجم العضلي. طبعا لا ننسى أنه التغذية مهمة جدا، قبل يوم هذا التمرين أو قبله حاول تعلي الكرب قبل 3 ساعات في الوجبة قبل التمرين. وإذا عندك بري وورك أوت ممكن تستخدم وجبة واحدة حتى تعينك على التمرين أو تخلي مود التمرين أحلى، لأنه البري وورك أوت مش بس أنه يعطيني قوة، لا هو بيعطيك قوة ملحو يعني الناس كما فهمي، لا هو بيزود الضخ العضلي وبيزود المسل مايند كونكشن وبيعطيك مزاج انك تتمرن بشكل افضل. كل حبي واحترامي لكم، وكل الحب والاحترام للبطل والكابتن محمد ابو مروان اللي حنأتي في فيديوهات قادمة، حنكون معه مباشر في الجيم بإذن الله سبحانه وتعالى. كان معكم محبكم ابو سامة، قناتنا الرياضية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.